والآن الكلمة لسعادة الدكتور محمد بن إبراهيم تويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، معالي الشيخ صباح الخالد الصباح ممثل صاحب السمو راعي هذه الدورة، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية، معالي السيدة الوزيرة هند صبيح براك الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة دولة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بدولة الكويت، رئيس الدورة 42، معالي السيد الوزير صقر غباش وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، معالي السيد الأستاذ أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية، أصحاب المعالي أصحاب السعادة أيها الإخوة والأخوات، يسعدني في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على رعايته لأعمال الدورة 42 لمؤتمر العمل العربي ودعمه المتواصل لجامعة الدول العربية ومنظماتها المختلفة للأعمال التي تعززها وتدعم العمل العربي المشترك، والشكر والتقدير موصول إلى حكومة وشعب دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة العربي الأصيل، كما تقدم بالشكر أيضاً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك إلى أسرة منظمة العمل العربية بقيادة المدير العام الأستاذ أحمد محمد لقمان وجميع العاملين على الجهد المبذول منهم للإعداد والتحضير لهذا المؤتمر الهام، واسمحوا لي أن أتوجه بالتحية والتقدير للجهات المشاركة في المؤتمر لأطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي، حكومات وأصحاب أعمال وعمال على الجهود المقدرة في سبيل خدمة التنمية والتشغيل ومجابهة قضايا الفقر والبطالة في الدول العربية، مع تمنياتنا لمؤتمرنا هذا بالتوفيق والنجاح والخروج بتوصيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع. أصحاب المعالي أصحاب السعادة، إن المنطقة العربية كما تعلمون تمر في أمور حساسة كثيرة ودقيقة في أيامنا هذه، سواء كانت على المستوى الاجتماعي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي، وبما لا شك فيه أن هذه التحديات سوف تلقي بأثرا سلبيا على الاقتصادات العربية في جميع مجالاتها، والمرجو من اجتماعنا هذا أن يخصص جلسة أو نقاش حول هذه المواضيع وكيف التعامل مع هذه الآثار وكيف يمكن تخفيف حدة الفقر والبطالة. إن الفقر والبطالة ظاهرتان في مجتمعنا العربي، ونحن نعاني في هذا المجتمع العربي من هذه الظاهرتين منذ زمن طويل، ونرجو أن يصل هذا الاجتماع 42 إلى بعض الخطط والحلول التي يمكن أن تقدم لتقليل من هذه الآثار السلبية على البطالة. فمثلاً يمكن النظر إلى الاهتمام بالمهارات المطلوبة الأساسية للمجالات المطلوبة في العمل، وتعديل وتيسير المعاهد الفنية لتخريج الكوادر المطلوبة للعمل في هذا الإطار. منحنى آخر يمكن نظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأساس لخلق وظائف وإيجاد فرص كثيرة جداً في وطننا العربي والاهتمام بهذا الموضوع، ويمكن الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة مهم جداً في هذا الموضوع. وكما تعلمون جميعاً أن القمة الاقتصادية التي عقدت في هذه الدولة الطيبة المباركة المبادرة دائماً، القمة الاقتصادية الاجتماعية الأولى عقدت على أرض الكويت في عام 2009، كان من أهم القرارات التي صدرت المبادرة الكريمة صاحب السمو الشيخ
صباح أحمد جابر الصباح، وهي فتح حساب خاص للمشاريع الصغيرة، والهدف من ذلك كان هو إيجاد فرص وظيفية لعمل أبنائنا وبناتنا في هذه المجالات المختلفة. وأحب أن أبلغكم أن هذا الحساب تم فتحه وهو يعمل، ولقد تم إعطاء قروض إلين عام 2014 ديسمبر 23 قرض بمعدل مبلغ قدره 748 مليون دولار، واستفادت منه 12 دولة. فهذه يمكن من القرارات التي تم تطبيقها، تم متابعتها، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التطور الجيد في هذا المجال. مرة أخرى أريد أن أشير إلى أنه لابد أن نخرج بتوصيات واقعية يمكن تطبيقها: الابتعاد عن النظريات، الابتعاد عن الدراسات التي توضع على الرفوف ولا يمكن الاستفادة منها ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، فلدينا الكثير من هذه الدراسات، فنرجو أن نتجه إلى الواقع ونحاول أن نتعامل مع واقعنا والمهارات المطلوبة لإيجاد الفرص الوظيفية في هذا العمل. والبطالة لدينا في عالمنا العربي بطالة معقدة جدا، لأنه أكثر المعدلات تشير إلى أنها بطالة شبابية بين الأولاد والبنات، وكما قال أخي أحمد لقمان تصل إلى 17%، مبلغ معدل كبير جدا. إن شاء الله نعمل على تخفيضه معكم سويا من خلال هذه الاجتماعات البناءة. وأحب أن أشير أيضا إلى أن التقرير الذي أعده الأستاذ أحمد لقمان تقرير يبين ويوضح أمور كثيرة جدا يمكن أن نستفيد منها في تطبيقها على أرض الواقع، ونؤكد على الحوار، ونؤكد على أن نسمو عن اختلافاتنا في هذه الأيام خاصة، ونعمل في كل الاتجاهات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى دولة الكويت مرة أخرى حكومة وشعبا على حسن الضيافة والاستقبال، وللسيد أخي أحمد محمد لقمان على هذا التنظيم الرائع. والشكر موصول إلى معالي الوزيرة السيدة هند الصبيح للمشاركة الفاعلة والتنظيم الدقيق مع منظمتنا منظمة العمل العربية، وإن شاء الله نرجو أن يكون ناجحا وموفقا، فلقد رأينا بوادر هذا النجاح في هذا الصباح من هذا التنظيم ومن الكلمات الجيدة التي سمعناها، فنرجو جميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.